نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية كفر الغاب بمحافظة دمياط، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وخلال القافلة تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين، بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وإجراء تحاليل معملية وأشعة عادية وسونار، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 150 نوعا من الأدوية. احنا هنا في استقبال القافلة الطبية الشاملة بمركز شباب كفر الغاب اللي خدمت أهالي المنطقة، ودي مش أول قافلة تيجي الشهرين اللي فاتوا دول، واحنا بنشكر فخامة الرئيس وبنشكر وزارة الصحة وبالتعاون مع الشباب والرياضة. أنا جيت في القافلة وقطعت تذكرة وكشفت رمد وأسنان وخدت العلاج. جينا قابلنا ناس بكل احترام وبكل أدب وكشفنا، وأنا عن نفسي أنا كشفت رمد، وقابلنا دكتور محترم جدا شاف أنا عايز إيه ومحتاج إيه بالظبط، كتب لي علاج. قافلة جميلة جدا، أنا أول مرة أشوف، والدكاترة مقابلنا مقابلة جميلة جدا وبدولنا علاج بالمجان وشافوا الورق بتاعنا وفحصونا وتحاليل طبية، وقافلة ما شاء الله ودكاترة طيبين وبيوصلونا بنفسهم والله للأماكن اللي احنا عايزينها. احنا تشرفنا النهاردة بالقافلة الطبية اللي جات لنا ننظم مركز شباب كفر الغاب، والحقيقة استقبلناها امبارح وجابوا جميع العربيات امبارح، كان 15 عربية، وحاجة جميلة قوي مشرفة والله للبلد، استقبلناها استقبال كويس.